عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير يا رب. ان شاء الله الفيديو النهارده هيكون التحضيرات اللي احنا هنعملها علشان الدايت. هنعمل حاجتين، هنعمل المشروب اللي هيدينا باور ويعلي الحرق وفي نفس الوقت ينسف الدهون، وفي نفس الوقت هنعمل وجبه صحيه حلوه جدا بالشوفان نقدر نستعملها في الفطار وفي العشاء لو جوعنا كمان في نص اليوم. يلا بينا نبتدي الفيديو على طول عشان الفيديو ما يطولش. هنبتدي بالمشروب السحري اللي هنعمله، بس خلينا نمشي على قواعد. احنا متفقين ان احنا مش هنحط نظام دايت، يعني مش هتلاقوني طالعاكم بورقه واقول افطري كذا وتغدي كذا وتعشي كذا. الكلام ده ملوش اي مجال من الصحه. كل واحد فينا جسمه مختلف عن التاني، وطبيعه الجسم في التقبل للنقصان الوزن مختلفه من واحد للتاني. فاحنا كل اللي هنتفق عليه ان احنا هناكل اكل صحي، وهنظبط وزننا شويه، وهنظبط اكلنا من كل حاجه. نظام الرجيم او النظام اللي هنمشي عليه هو اسمه نظام كفه الايد، بس ده هيبقى في فيديو لوحده ان شاء الله، هينزل لكم بعد الفيديو ده على طول علشان اقدر اشرح لكم فيه بالتفصيل. اول حاجه هنعملها هو المشروب السحري الجبار الناسف الدهون، وفي نفس الوقت بيدي حيويه للشعر وللبشرة وللجسم وبينور البشرة كمان. المكونات بتاعتي معايا بتاع ده نعناع، سوري، نعناع فريش، ما يكونش من النعناع الجاف افضل يعني، بس ممكن تستعمليه لو انت مش عندك نعناع من اللي هو الفريش العادي، تقدري تستعملي النعناع الجاف مفيش مشكلة، بس مش النعناع بتاع الباكتات اللي هو مغلف. خلاص، ومعايا ليمون، عصير ليمون اي كميه انت عايزاها. معايا جنزبيل فريش، تقدري برضو تستعملي الباودر مفيش مشكله، بس احنا بنقول طول ما الحاجه فريش تبقى افضل بكتير. ومعايا كمان قرفه، لو عندك خشب مفيش اي مشكله هتطحنيها، احنا عايزينها باودر مش عايزينها خشب. ده بالنسبه للمكونات. هنعمل الحاجه مع بعض الاول ونشوف هنعمله ازاي، وبعدين هنقول بيتشرب امتى وقد ايه والكميه بتاعته. اول حاجه هعملها هي عيدان النعناع، هشيل منها الورق، انا مش عايزه العود، العود مش هدرميه، هعمل لكم بيه حاجه حلوه جدا للشعر بس مش دلوقتي. كل الاخضر بتاع النعناع، الورق بس مش عايزه الفروع. لو انتي هتستعملي نعناع ناشف يبقى انتي هتستغني عن الحته دي. اهم حاجه انا لو بتعملي من اللي هو الطازه مش عايزه ورقه صفراء ولا عايزه الفروع. اخدت شويه النعناع اللي انا محتاجاهم. دلوقتي بالنسبه للجنزبيل الفريش هاخد منه قطعه وهقشرها وعشان هبشرها. في ناس بتبشره بقشره مفيش اي مشكله، كده صح وكده صح، بس الافضل لان احنا هنستعمله المشروب ده هيبقى بارد وسخن، فيفضل ان احنا نقشره. كده عندنا الجنزبيل اتبشر وجاهز، وعندنا النعناع، وادي القرفة، وادي الليمون. الليمون هحط عليه القرفة، احط حوالي كده معلقة صغيرة مش كبيرة، قطرها مش حلو والقليل بتاعها مش حلو، يعني حوالي معلقة من معلقة الشاي، وهقلبهم مع بعض. بعد كده هنجيب اي مكعبات عندنا، بس يفضل تكون مكعبات حجمها كبير شوية. في كل خانة هحط كام ورقة نعناع وعليها شوية من الجنزبيل المبشور، وهكذا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده هجيب الليمون والقرفه واقلبهم مع بعض، حاولي بس تدمجيهم لان القرفه مش من النوع اللي بيدوب بسهوله. وهبتدي املى المكعبات بتاعتي كلها. طبعا الكلام ده كله ده هيدخل التلاجة وهيطلع لنا مكعبات صحيحة. ليمون، قرفة، جنزبيل، ولا اروع من كده، كلها حاجات مفيدة للجسم ومفيدة للبشرة. لو الليمون اللي معايا خلص هكمل بمية مفيش اي مشكلة. كده احنا خلصنا الوصفة بتاعتنا، هيتحط في التلاجة ولما تيجي تستعمليه هتستعمليه مكعب. بنستعمله ازاي وامتى بقى؟ بصوا بقى يا حلوين، النعناع فيه زيوت كتيرة جدا مفيدة للبشرة ومفيدة للجسم، وفي نفس الوقت الزيوت اللي فيه بتعلي الحرق. الجنزبيل شرحه فيه زيوت، فيه ألياف، فيه حاجات كتيرة جدا جدا جوه الجنزبيل بتخلي معدل الحرق. لو انت عندك معدل الحرق 1/10 بتخليها 5/10. نيجي للليمون، فده مفيش اي حد يقدر يتكلم فيه لانه معروف ان الليمون من الحمضيات، ومن الحمضيات بتعلي الحرق جدا. في ناس بتضيف حاجات تانية للوصفة دي، بس انا بالنسبة لي هي كده تمام وزي الفل. خلاص، والقرفة طبعا من الحاجات اللي بتعلي الحرق، بس منكترش منها لانها بتزود السيولة في الدم شوية.
يتشرب امتى؟ بيتشرب بارد وبيتشرب ساقع على حسب دماغك انتي وعلى حسب مزاجك انتي علشان ما تزهقيش. المفروض انه بيتشرب كل يوم الصبح اول ما تصحي من النوم، بتاخدي معلقه من العسل على الريق كده، ممكن تدوبيها في شويه ميه دافيه، بس انا بفضل نخلي كل حاجه لوحدها، العسل لوحده والميه لوحدها. بتاخدي منه مكعب بتحطيه في كوبايتك وتصبي عليه الميه المغليه، بتعمليه زي كانك بتعملي شاي كشري بالظبط، وتسيبيه لحد ما يبقى دافي وبعدين بتشربيه. ما ينفعش يتاخد على الريق، يعني ما ينفعش اصحى من النوم اخده من غير ما اكون واخده عسل، او على الاقل واخده حته مربى صغيره. وما ينفعش يتاخد يوميا، لو انت هتشربيه سخن يبقى انت هتستعمليه يوم اه ويوم لا. بيتاخد امتى؟ بيتاخد الصبح بدري على الريق بعد ما بتاخدي معلقه العسل. طيب عايزه اشربه بارد ومش متقبله طعمه سخن، يبقى كل يوم هتجيبي الازازه الحلوه بتاعتك اللي احنا متفقين احنا الميه معانا عامل اساسي في حرق الدهون، وكمان الميه بتنور البشره. اللي احنا هنعمله هناخد مكعبين محترمين من دول، او مكعب واحد على حسب ما انت تكوني متقبله الطعم، مفيش اي مشكله، بس يفضل يكونوا مكعبين. هتاخدي الازازه بتاعتك تكون عباره عن لتر ميه يكون ساقع كده محترم، هترمي فيه المكعبين دول وتسيبيهم من نص ساعه لساعه، وبعد كده ابداي اشربي منهم على مدار اليوم لحد ما يخلصوا. سخن خدتي الفايده وبارد خدتي الفايده. الفكره ان السخن تقدري، ان البارد تقدري تستعمليه طول اليوم مفيش اي مشكله، يعني مش لازم تشربي اللتر ده الصبح، تقدري تقسمي اللتر على اليوم كله مفيش اي مشكله. ده غير كده البارد ان انت تقدري تشربيه كل يوم، انما السخن لانه الحمضيات مع الجنزبيل مع الكلام ده كله، ده لو دخل كل يوم على المعده لا قدر الله ممكن يعمل قرحه معده حتى لو احنا واكلين قبلها. فاحنا بنحاول نبعد عن الاذيه، فيفضل يكون بارد، وهعمله معاكم في الروتينات بارد وسخن بامر الله. ودي اول حاجه المشروع الحارق للدهون، او ممكن تقولوا عليه مكعبات الديتوكس الجباره. الحاجه الثانيه هي وجبه صحيه جدا هنعملها من الشوفان، مغذيه جدا فيها كل العناصر اللي انتم ممكن تتخيلوها، هتعوضك عن اكل العيش واكل النشويات وهتسد معدتك تماما. يلا بينا. الاكله اللي هنعملها النهارده اكله هتسد النفس بطريقه غير طبيعيه، خصوصا لو خدتيها على الفطار، وانا بفضل ان هي تتاخد في الفطار ما تتاخدش في الغداء، او قصدي في العشاء سوري، لان هي فيها حاجات كتيره جدا جدا داخلها زيوت، زي مثلا الزبيب اللي هنستعمله، او زي الفول السوداني، او زي بذر الكتان، او السمسم اللي احنا هنستعمله النهارده. معايا شوفان، بس يكون شوفان الحبه الكامله، ما يكونش شوفان اللي هو المتكسر، لا اللي هو بتاع الطبخ، لا انا عايزه شوفان الحبه الكامله اللي هو ده. اي نوع؟ وافضل نوع بالنسبه لي هو لينو، في نوع تاني بس للاسف مش متذكره اسمه. معايا زبيب، الزبيب الاصفر العادي، تقدر تستعمل الاحمر مفيش اي مشكله. هستعمله كبديل للسكر لان انا مش عايزه احط فيها اي سكريات. لو مش عندك تقدري تستعملي بديل ليه الفواكه المجففه او المسكره، دي مفيش اي مشكله لو انت بتحبي الحاجه مسكره، ففي نفس الوقت تكوني خدتي السكر من مصادر ما فيهاش سكر بيور. السكر يبقى محطوط معاه على الحاجات دي، تبقى حاجات بسيطه، حاجات لا تسكر، فاحنا نفضل بدل ده كمان نحط الزبيب اللي هو العادي. خلاص عندي بذر الكتان، بذر الكتان من الحاجات الرهيبه الرهيبه لحرق الدهون، فظيع بجد، وهعمل لكم بيه كذا حاجه لحرق الدهون، بس انا بالنسبه لي هو في الوصفه دي اساسي كعامل مساعد. كمان معايا السمسم، السمسم من الحاجات المفيده جدا جدا للجسم والبشره، وبتعوضك دهون كتيره ما بتاخديهاش من الزيت اللي فيه. مكسرات سواء بقى عندك فول سوداني، عندك لوز، عندك عين جمل، عندك فستق، بس بكميات معينه، لان ان شاء الله الكميات اللي هنقول عليها دي هقولها لكم في رجيم باذن الله في الفيديو اللي هينزل على النظام الغذائي اللي هنمشي عليه بامر الله. ده عندي هنا كان عندي عين جمل على فستق، شويه مكسرات مطحونين مع بعض. خلاص كل اللي انا هعمله ان انا هحط كله على بعضه، ادي الفول على الشوفان، وادي السمسم، بذر الكتان. لو ما لقيتيش بذر الكتان تقدري تجيبي حب الرشاد، بس يفضل بذر الكتان بيكون افضل. وادي الزبيب، وهقلب الكلام ده كله على بعض. بصي بقى، لو انتي مش هتحطي زبيب او مش عايزه اي حاجه سكريات داخله، وهتقدري تتقبلي طعم الشوفان كده مفيش اي مشكله، يبقى هتاخدي الكلام ده كله ده هتقلبيه مع معلقه عسل ابيض وتدخليه يتحمص في الفرن. تقدري تحمصيه زي ما هو كده، بس انا مش هحمصه، خلاص بخليه زي ما كده ما هو كده، واحطه في برطمان واحطه في باب الثلاجه.
عارفين الجرانولا اللي كنت بجيبها معاكم فيها شوفان وفيها مكسرات وفواكه مجففه، ده البديل بالظبط، هو هو بنعمله في البيت. بدل ما تروحي تجيبيه ب50 وب60 ودلوقتي سعرها وصل 70 و80، لو انت هتجيبي ماركه كويسه فاحنا نعمله في البيت افضل، وفي نفس الوقت ما يكونش كيس مقفول بقى وفي مواد حافظه. وكده الجرانولا بتاعتنا جاهزه وشكلها يفتح النفس. طيب هناكلها امتى وازاي؟ زي ما قلت تقدري تتعشي بيها، بس احنا مش عايزين نتعشى باي حاجه داخلها نشويات او حبوب زي القمح زي الذره زي الكلام ده كله ده. فانا بالنسبه لي يفضل ان هي تتاخد على الفطار، تاخدي منها معلقتين او 3 معالق كبار. ان شاء الله هنتكلم على الكميه برده في الفيديو اللي جاي، بس بالكتير يعني هيبقى طبق معاكي، يا اما طبق العادي الصغير اللي زي ده، يا اما مثلا حاجه زي كده اللي هو على قد كفه الايد. هقول لكم الكلام ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي، انا بس قلت اعمل الاستعداد كلها معاكم الاول وبعدين نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. المهم هتاخدي منها الصبح 3 معالق، بتحطي عليهم شويه لبن خالي الدسم، قشطه مش خالي الدسم عادي جدا، الكلام ده ملوش اي 30 لازمه. تقدري تستعملي معاها زبادي كامل الدسم مفيش مشكله، لان احنا قلنا ان احنا مش هنحرم نفسنا وفي نفس الوقت هناكل اللي احنا عايزينه وبكميات قليله، فاحنا عادي ناخد لبن كامل الدسم مفيش اي مشكله، هو مفيد اصلا مش مضر، بس هنقنن الكميه اللي احنا هناخدها خلاص. فده الفطار، وعملنا كمان المكعبات الحرقه للدهون. ده الفيديو بتاع التجهيزات، بامر الله الفيديو اللي بعد ده على طول هيكون الرجيم، هنبتدي نمشي مع بعض. متنسوش بقى الدعوه الحلوه، اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.